انا دلوقتي غضبانه أيوة. وزعلانه فانا هركز على مين بقى؟ ايه مش على اللي قدامي، انا مركز على مين؟ عليا. انا ايه اللي ضايقني لما جوزي بيلعب في التليفون؟ ماشي، اصله مطنش. اه صح. اه فانا بتعامل مع التطنيش مش بتعامل مع هو ايه، بس انا ما سالتوش انت بتعمل ايه، فانا هحاول افهم. صح. لكن انا هبقى اوير بان انا معاك اهو غضبان. دلوقتي انا غضبانه. أيوة. جوزي مطنشني اعمل. أيوة. ايه فانا ابقى عارف ان انا منفعل، ان انا غضبان دلوقتي، ولو طلعت او اتكلمت انا هتكلم بناء على الغضب بتاعي. لما اتكلم على الغضب ايه اللي هيحصل في هو كمان هيسخن اكتر في بعض. صح. وهيدافع عن نفسه ويقلب الترابيزه. طيب لو انا فهمت ان انا غضبان علشان هو مطنشني او في اهمال، فالغضب اللي جوايا لو انا اتعاملت معاه لا انا هقول لنفسي يمكن هو بيتعامل مع حاجه مهمه. طيب هبتدي انا وانت نحط قاعده، لما نكون قاعدين مع بعض معلش نسيب التليفونات على جنب. حلو. فهبتدي انظم الموضوع وادير العلاقه من قبلها بشويه، ما اتعاملش مع المشاعر. ليه؟ انا زي ما هتعامل ان انا افهم مشاعري انا هفهم هو ليه مطنشني. طيب يعني الذكاء العاطفي محتاج حاجتين، محتاج ان انا اركز على نفسي واركز على الاخر. وبركز على نفسي بس. تمام. علشان هفهم انا هدير العلاقه ازاي بالمشاعر سواء كانت سلبيه او ايجابيه اللي موجوده في النص. طيب عمل الحركه دي ايا كانت هي ايه؟ أيوة. عدم رد على التليفون. يخرج ايه في تليفونه يعني. أيوة. كل الحاجات اللي بتضايق الستات عموما. أيوة. يعني انا هقول له انا متضايقه ان انا قاعده جنبك وانت بتتكلم في التليفون. حلو. انا جبته بقى جنبي. فقعده حلوه كده وبهدوء عشان دايما ظالميني الستات ان هي لا انا جبت جوزي وقعدته جنبي وحبيبي بلاش تعمل ده عشان ده بيضايقني. أيوة. وانا كذا مره اقول لك ان عدم الرد بيضايقني. ويرجع يعمله تاني. أيوة. المفروض ايه تعمل؟ لا المفروض هنا يبقى لي موقف معاه. يعني بمعنى صح ايه؟ احنا يا جماعه برضو في العلاقه هو انا مش بتكلم وخلاص، واذا هو قابل كلامي بتجاهل فده نوع من الاهمال. فانا هكلمه على الاهمال اللي هو بيقوله. يعني احنا في انا بتكلم، انا بتضايق لما بقول لك حاجه وانت بتكررها تاني. تمام. ممكن توضح لي ده؟ هو انا ليه لما ببقى قاعده جنبك بلاقيك مشغوله بالتليفون ومش مهتم انك تتواصل معايا؟ فبساله فهو هيتكلم عن افكاره. فهفهم وافهم. يعني معنى صح الذكاء العاطفي مرتبط بالتفكير في المشاعر. ايه اللي مخليه يعني مش ايجابي معايا؟ ايه اللي مخليني انا متضايقه من ان هو مش ايجابي معايا؟ ما هو الطبيعي ان هو طول الوقت طول ما احنا قاعدين مش هنتكلم مع بعض، او هيبقى في فترات فيها كل واحد فينا منشغل بحياته. لا يعني معاك. قول. انا بس يعني انا عايزه امسك عارف الايه، عايزه تمسك مربط الفرس يعني. احنا انا هم احنا ماشيين مع بعض خطوه خطوه. تمام. قلت له وجبته وقلت له ده بيضايقني. أيوة. ما هو ده ذكاء عاطفي اهو. أيوة. ان انا بجيبه بالراحه كده وقعد وبفهم. صح. وبفهم. طيب هو وبتكلم. يجي بقى في رجاله تروح قلبها ايه الموضوع يعني. انا بقول لك ايه تاكل ايه النهارده، تقول لي لا ده انا سوقت العربيه النهارده كانت العربيه مش قد كده. يا بص انا بتكلم في ايه وهو بيتكلم في حاجه تانية خالص. حلو. يا حبيبي انا بقول لك انت ليه ما بتردش عليا؟ على فكره انا كنت تعبان جدا وشايل كيس وطالع. واضح انك مشغول وما سمعتش السؤال بتاعك كويس. على فكره انا حسيت ان انت مش مالكش مزاج تتكلم معايا دلوقتي. فانا هتكلم عن مين؟ هتكلم عن نفسي مش هتكلم عنه. هي دايما الخناقه بتيجي منين؟ ان احنا بنبتدي كل واحد فينا بيوصف التاني. لا انا عايز واحنا في التعامل كل واحد فينا بيوصف سلوكك ده او كلامك او مشاعرك دي عملت فيا انا ايه. فانا بتكلم عن نفسي. طول ما انا بتكلم عن نفسي انا قادر اوصف نفسي وبوريه حجم الضرر او اللي انا بعاني منه. طب طول وضحت الوقت. وكلمت كم مره يا دكتور؟ لو احنا مثلا ست بتشتكي لك تقول لك انا اتكلمت فوق 20,000 مره، هو المفروض توضح كم مره عشان خلاص يعني؟ ما هو في حاجه بعد كده بتدخل هي نفسها بتصعب عليها، كرامتها بتصعب عليها، اللي هو انا بتكلم على الفاضي هوا يعني، مهما اقول ومهما عيد بيجي لها حاله احباط. حاله احباط ان انا ما فيش فايده بعد كده يعني. انا اتكلمت وعدت وقلت، ففجاه بقى تلاقي القرارات بتشتغل بان انا انفصل وان هو ما فيش فايده فيه وان انا اشوف حياه تانية يعني. علشان ده له علاقه باللي احنا بنتكلم فيه النهارده. يبقى هتديني بقى رشته دلوقتي عشان نختم بيها الحلقه. مهم جدا ان احنا ندرب ولادنا ونتدرب احنا كمان على الذكاء العاطفي ونعرف اهميته. لا يعني احنا مالناش دعوه بولادنا دلوقتي، انا عايزه اتدرب كستات دلوقتي. ابنك ده اللي هيبقى جوز بعد كده. انا مش علاقه بمراته دلوقتي، لما يكبر يبقى هو يتدرب على الذكاء العاطفي هو ومراته. هو كبر ليه؟ انا هقول لك ليه. لان الامهات عندنا فيها مشكله فعلا. يا سيدي لما يكبر هنقول له يعمل ايه؟ احنا هنتكلم مع ده. احنا دلوقتي راجل وست اهو، قول لنا ازاي نبقى عندنا ذكاء عاطفي. طيب احنا هو اسمه عقد زواج صح؟ والعقد ده عن اتفاق. تمام. ما بين زوجين، زوج وزوجه صح؟ ماشي. يبقى كل واحد له حقوق وعليه ايه؟ واجبات.